مهاجر نيوز. مهاجرون أخبرونا عن حكاياتهم وسنرويها لكم. قصة بعنوان ركبت البر والبحر والجو حتى وصلت إلى فرنسا، نقلتها دانا البوز. منذ نحو 6 أشهر بدأت سارة رحلة شاقة هي رحلة الهجرة. عبرت خلالها مدناً ودولاً واجتازت طرقاً برية وبحرية وجوية. افترقت عن أصدقائها واضطرت لإكمال قصتها وحيدة إلى أن بلغت وجهتها الأخيرة فرنسا. اسمي سارة، عمري 28 عاماً. منذ أشهر قليلة وصلت إلى فرنسا أخيراً. أنا من محافظة السويداء، لكنني عشت في ضواحي العاصمة دمشق. على كل حال، كنت أعيش داخل سجن مفتوح يمنع فيه أي نوع من التعبير أو الانتقاد، لا لوضع البلد ولا لظروف العيش المتردية ولا للجوع ولا لكتم الحريات، والأهم من ذلك كله لا لمن يتسبب لنا في كل ذلك. فكرة السفر سكنت رأسي منذ وقت طويل، إلا أنني لم أقدم عليها إلا بعد قتل مظاهرات حزيران يونيو عام 2020. جاورني أمل كبير عند انطلاق مظاهرات شعبية في مدينتي السويداء. رفعت وغيري أصواتنا عالياً، كنا كثر ننادي مطالبين بالحرية والتخلص من حكم النظام الدكتاتوري. راقبت الحركة في مدينتي يوماً بيوم وشاركت فيه فكراً وصوتاً وصورة. شهدت كيف انسل الشبيحة والموالون للنظام بين صفوفنا. اعتقل أحد أصدقائي، تبعه اعتقال 2 آخرين، وبعد مدة قصيرة أصبحوا 8. 8 معتقلين، بينهم رجل كبير في السن. استمرت المظاهرات لأسابيع فقط، عاد بعدها الخوف والإحباط. لا أمل في البلاد، لا بد من السفر. لم يعترض أبواي على قراري، أرادا لي عيشاً آمناً، لأن صور مشاركتي في الحراك كانت ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي. لا خيار سوى التهريب. أمنت مبلغ 11,000 يورو استدانة وطلباً ومساعدة كي أنجز الرحلة. بدأت طريقي بصحبة صديقين، كان أحدهما في سوريا والآخر ينتظرنا في تركيا. وضبت حقيبة صغيرة، وضعت فيها معجون أسنان، القليل من الملابس، مناديل معطرة ولبن. بدأت الرحلة بالاتجاه براً إلى الشمال السوري، إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام برفقة مهرب. وصلنا إلى عزاز الحدودية، أمن لنا مهرب آخر هناك إذن ضابط للعبور إلى تركيا. قفزنا على الجدار الحدودي ثم ركضنا أسرع ما يمكن حتى غدونا في الأراضي التركية. كانت هناك سيارة بانتظارنا،
ركبناها وصولا الى كلس، واكملنا بعدها باتجاه ازمير. بقينا هناك بانتظار العبور التالي الى اليونان. كانت نقودنا قليله وكل شيء غاليا. على سطح يخت اختبأ في غرفته السفلية 25 شخصاً. وقفت، فالمهرب والقبطان كانا اختاراني للعب دور السائحة على متن يخت التهريب هذا. هكذا نبعد الشبهات عن أنفسنا ونقلل فرص اعتراض خفر السواحل اليوناني لنا. طلق المركب، وبعد 4 ساعات فقط توقف في الماء. الموج عال والمياه تضرب خشب اليخت. نحن في منتصف البحر، لا حول ولا قوة. لم أشعر بالخوف، كنت متوترة لدرجة لم أشعر فيها بالخوف. استغرقت رحلتنا البحرية يوما كاملا، وقته بطيء وثقيل، إلى أن وصلنا. بعد البر والبحر جاء وقت طريق الجو. أمن لنا المهرب هويات مزورة وطلب منا التوجه إلى جزيرة سانتوريني. سنركب الطائرة من هناك، فمطار أثينا مراقب. يا للسخرية، حلمت بزيارة سانتوريني كسائحة. أحببت تربتها داكنة تشبه تربة السويداء. دخلنا إلى مطار سانتوريني، تبعنا الإجراءات الروتينية المعتادة، قوبلت محاولتنا بالفشل. بعد أسبوع أعدنا الكرة. كنت منهكة، قضيت ليلي أحفظ اسمي الجديد على الهوية المزورة وأفكر كيف سأتصرف كي تنجح محاولتنا هذه المرة. دخلنا إلى المطار، بدأت باجتياز الحواجز تباعا. كشف أمر صديقاي، أكملت طريقي وحيدة كما اتفقنا. وصلت إلى الطائرة، قعدت في مكاني. شعور لا يصدق، إنها أول مرة أسافر فيها على متن الطائرة. هبطت الطائرة في مطار ميلان. حجزت من هناك بطاقة قطار إلى ليون الفرنسية. داخل القطار حاولت تمالك نفسي، أنا وحيدة في بلاد غريبة. أرتجف كلما مر شرطي بجانبي. وصلت أخيراً إلى وجهتي. في نهاية عام 2020 تقدمت بطلب اللجوء في فرنسا. أنا هنا، ولكن صديقاي في اليونان ينتظران تعليمات المهرب حتى يستطيعا العبور إلى فرنسا.